تم الإعلان اليوم عن التفاصيل المتعلقة بفعاليات مهرجان جرش للدورة 37 من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون معالي وزيرة الثقافة هيفاء النجار والمدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي. ويشهد هذا المهرجان لهذا العام مشاركة ثقافية فنية من الأردن والوطن العربي والعالم، حيث تغطي الفعاليات الرئيسية 7 مسارح في المدينة الأثرية بحضور مجموعة من كبار نجوم الغناء وشعراء العرب. أولاً التنوع، نتحدث عن التنوع عندما نتحدث مثلاً عن الموسيقى، إحنا لم نقدم نموذج واحد، يعني نتحدث عن الموسيقى الجاز، نتحدث عن الموسيقى الكلاسيك، نتحدث عن الموسيقى عن الغناء الأوبرالي، يعني نتحدث عن ألوان كثيرة، فهذا التنوع يعني أعتقد عنوان مهم. التنوع أيضا بالبرنامج الثقافي، هناك ندوات سياسية، ندوات ثقافية، ندوات شعرية. نتحدث أيضا عن شارع الأعمدة، شارع الأعمدة بتحكي عن حوالي 100 فعالية يوميا، يعني أنت ممكن تدخلي لحد تخرجي يعني كل لحظة راح تشوفي هون فعالية هناك فعالية. موسيقى الشارع، هذا الموسيقى اللي كانت يعني زمان مفقود الآن موجود بمهرجان جرش وبي يعني بكثرة، ما راح تشوفي واحد بيطلع لك بيعزف فيولو هون وواحد بيعزف تشيلو. جديدة العام المسرح الساحة الرئيسية، سنفاجئ كل من سيأتي إلى جرش بأهمية هذا المسرح، سيكون مسرح مليء بالفعاليات ذات المضمون. سنقدم أعتقد أهم نموذج سيقدم هذا العام على مسرح الساحة الرئيسية، وبالتالي يعني هذا التنوع اهتمامنا بذوي الاحتياجات الخاصة وتقديمهم بشكل يليق. برامج التمكين يعني نجتهد أنه نقدم الجديد، وإن شاء الله أنه ربنا يوفقنا. إحنا ننطلق من أن الأردن في قلب العالم العربي وفي قلب العالم، هذا البلد أبداً في عنا روح وفي عنا طاقة خاصة فينا بالأردن، تنطلق من الموروث الوطني الأردني، تنطلق من القيم الوطنية الأردنية، تنطلق من الرؤية الوطنية الجمعية، تنطلق بشكل واضح من اليوم. كيف نتحدث معا؟ أنت صبية أردنية وأنت صبية معي، هاي الطاقة التي نمتلكها اليوم ننشرها للعالم العربي وللعالم، مليئة بالفرح والأمل والإيجابية والعمل. واليوم مهرجان جرش يقدم القيم الوطنية الأردنية، يقدم الإبداع الأردني، الفن الأردني بكافة تجلياته، يقدم الثقافة الوطنية الأردنية، كتاب شعراء أدباء، ولكن يقدمهم بحوارية مع العالم العربي. ومن هنا يتم استدعاء اليوم مصر ضيف شرف معنا، فنانين عرب من كل أنحاء العالم العربي شركاء معنا، فنانين موجودين بكل المسارح، جرش مفتوحة بكافة مسارحها. نقول للعالم العربي الأردن سيبقى دائما محبا حنونا دافئا، أهلا وسهلا فيكم في هذا البلد، كما نقول للعالم هذا هو الأردن. بقدر ما نحن نفخر بفرحنا واستمرارية الفرح وإيجابيتنا وطاقتنا وقدراتنا وإمكانياتنا على التجديد وقصة الصمود الوطنية الأردنية، أيضا نحن ننفتح على العالم ونقول للعالم هذا بلد آمن